السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من حضر الدرس الثالث لدروس النحو من قطر الندى وبل الصدى بشرح الشيخ الفوزان. وصلنا للحرف، فصل الرابع، الحرف حقيقته ومذاهب العلماء فيه. علامة الحرف: أما علامة الحرف فيعرف بألا يقبل شيئاً من علامات الاسم والفعل، نحو هل وبل، وليس منه مهما وإذما بل ما المصدرية لما الرابطة في الأصح. هذا كلام المؤلف ابن هشام رحمهم الله جميعاً. هنا يشرح الشيخ، يقول: لما فرغت من القول في الاسم والفعل شرعت في ذكر الحرف، فذكرت أنه يعرف بألا يقبل شيئاً من علامات الاسم ولا علامات الفعل، نحو هل وبل، فإنهما لا يقبلان شيئاً من علامات الأسماء. لو حد فيكم يفكرنا بعلامات الأسماء، لو ممكن تكتبوا علامات أسماء يكون الدرس مفيد ومثمر إن شاء الله. تكتبوا لي علامات أسماء إن شاء الله. كيف أعرف أن الكلمة التي أمامي اسماً؟ قال التعريف نعم، ها سريع شوية، سريع. تنوين نعم، جميل. ماذا أيضا؟ النداء نعم، الجمع ها ها. حروف الخفض تدخل، يعني الخفض عموما، نقول الخفض عموما والتثنية والإسناد إليه. الإسناد إليه، ها ما نقول الإسناد فقط، لأن الإسناد إليه، لأن يسند إليه اسم وفعل وحرف كلها. طيب، أما الإسناد إليه فهو فقط للإسم، ده بنعرف به إن الضمائر أسماء. الإضافة نعم، الحديث عنه هو هي. طيب جميل، ممتاز، جزاكم الله خيرا. هل عندكم علامات للأفعال؟ علامات الأفعال، كيف أعرف أن الأمامي فعل ماضي أو مضارع أو أمر؟ أعطوني علامات هكذا بالترتيب: ماضي، ها، يقبل ماذا، قد مشتركة بين الماضي والمضارع. لما تنفع تبقى علامة، المشترك ما ينفع يبقى علامة، لابد تكون حاجة تخصه فقط، ما ينفع يقبلها غير. أيوة، تاء التأنيث في آخره، أو نقول أي تاء، كله صح. طيب، تاء التأنيث أو تاء الفعل، طيب في آخر الفعل الماضي، نعم جميل. بالنسبة للفعل المضارع، أي علامات هذه أيضا لا تخص الفعل الماضي. لم وسوف في أولي، وحروف أنيت هذه شروط لكن ما تنفع لوحدها. السين وسوف نعم يبدأ بحروف أنيت، هذه شروط يبدأ بها. طيب، بالنسبة للماضي، قصدي الأمر ها، الأمر علمته إيه، فعل الأمر علمته إيه، دلالته على الطالب، أدي واحدة ولابد العلامتين مع بعض، والتانية يقبل ياء المخاطبة في آخره. جميل، ممتازات، الحمد لله. طب نتكلم بقى على الإعراب، أو يعني على يعني بالنسبة للفعل الماضي، يعني بيكون إيه دايما، إيه بيكون إيه، ها، مبني على أيوة مبني صح، بتدوني يا إما على الفتح يا إما حاجة تانية غير الفتح، ها، فتح أو ها، أو على السكون لو اتصل به إيه، لو اتصل به ضمير، ها مين تكمل معي، ضمير زي كتبته، ها ضمير إيه ده، الرفع المتحرك. جميل، ممتازات، ما شاء الله، اللهم بارك. طيب، ويبنى أيضا على ثالث حاجة، يعني يبنى على الفتح ويبنى على السكون ويبنى على حاجة كمان، ها، على الضم إمتى، متى، لما يتصل بيه إيه، واو الجماعة، ممتازات ما شاء الله. طيب، بالنسبة للمضارع، يبنى ولا يعرب؟
ها الاثنين. ها طيب، متى يعرب، قصدي متى يبنى الفعل المضارع؟ يبنى على ايه؟ يبنى على ايه؟ ها يبنى على ايه في اي الاحوال؟ لو اتصل به، اللي دايما تكتب انجليزي قلبي، قلبي عربي. لو اتصل به نون التوكيد مباشرة يبنى على الفتح. جميل، سواء ثقيلة أو مخففة، يعني الثقيلة أو المخففة. ولو اتصل به نون النسوة يبنى على السكون. جميل. طيب، يعني دي الحالتين بتوع بناء المضارع. طيب، بالنسبة للإعراب للمضارع نعربه بإيه؟ يعني هنقول حالته إيه يكون؟ ها المضارع يرفع، ما تقوليش ضمة وخلاص، تقولي يرفع، يرفع بالضمة أو في علامة تانية، يرفع بالضمة أو ثبوت النون. جميل. طيب، ينصب ب، علامة النصب إيه؟ يا إما هتكون فتحة أو حذف نون. جميل. طيب، يجزم، عندنا 3 علامات للجزم. علامة جزم تكون ها سكون لو كان صحيح الآخر، وبعدين ها حذف حرف العلة أو حذف النون. جميل. طيب، بالنسبة للفعل الأمر، قلنا إعرابه عموما، عموما إعرابه يكون إيه؟ نقول يبنى فعل الأمر، مين تكملي الجملة، على ما يبنى فعل الأمر، ليست على السكون عموما، لا يبنى فعل الأمر على ما، مين تكملي الجملة، ها يجزم به، يا ممتازات ما شاء الله، مضارعه. جميل. يعني لما يكون صحيح الآخر يبقى نقول مبني على السكون، لأن مضارعه هيكون مجزوم بالسكون. لما يكون معتل الآخر هيبنى على، ادي حالته الثانية بالنسبة لفعل الأمر، هيبنى على إيه لما يكون معتل الآخر؟ على ها حذف حرف العلة. طيب، ويا إما يبنى على إيه؟ تالت حالة، آخر حالة، يبنى على حذف النون. جميل يا ممتازات، اللهم زيد وبارك. طيب، والآن نتكلم على الحرف، نقول ما يقبل كل هذه العلامات، ولا علامات اسم ولا علامات حرف، ولا علامات اسم ولا علامات فعل، فعندنا منه هل وبل. طيب، في حروف مختلف في حرفياتها، ما هنقرأ التفاصيل لأن معي غير عرب ما شاء الله، اللهم بارك، فهنقول عليهم على طول. الشيخ يعني إحنا بنثق في مستواه العلمي، فبنقول هو بيقول نمرة 3، إذما، هذه حرف فقط كده ناخدها كده، إذما حرف، مهما حرف. أيضا عندنا ما المصدرية. طب بس هنشرح يعني ايه ما المصدرية، هي وما بعدها يسبك في مصدر، زي ان المصدرية او ان المصدرية هي وما بعدها يسبك في مصدر. يسبك يعني نكون منه مصدر، يعني زي ايه مثلا؟ ودوا ما عنتم، يعني ودوا عنتكم، عنتكم يعني تعبكم، يعني الكفار ما يحبون ان المسلمين يرتاحوا او ربنا يحسن اليهم او ينتصروا او يفرحوا، ما يحبوش كده، يحبوا ان المسلمين يصابوا بكل شر، ان شاء الله هم اللي يصابوا بكل شر، والمسلمين كلهم يسلموا ان شاء الله. طيب، طيب هذه ايضا بيت شعر هنفوته، يعني الشيخ بيجيب دليل ان هي حرف، يعني خلاص عرفنا ان هي حرف. طيب، ندخل على لما ايضا واقسامها. لما يقول ان هي تنقسم الى 3 اقسام وكلها حروف، يعني كلها اثبت ان هي حروف. في عندنا بمنزله لم اللي هي بتنفي دي، مش عارفه مين اللي تليفونها ولا تعمل الحركات دي، لما يقضي ما امره، يعني لم يقضي ما امره حتى الان يعني. المهم يعني هي دي جازمه وهي حرف مثل لم. طيب، في عندنا اسمها ايجابيه، ليست يعني في نافية وفي إيجابية، ها بمنزلة إلا، نحو قولهم عزمت عليك لما فعلت كذا، أي إلا فعلت كذا، يعني ما أطلب منك إلا فعل كذا،
ودول حرف باتفاق، والتالتة مختلف عليها والشيخ أثبت إن هي حرف. التالتة دي بتكون رابطة لوجود شيء بوجود غيره. يعني في عندنا نافية وفي إيجابية وفي رابطة لوجود شيء بوجود غيره. التلاتة كلهم لما أثبت إن هم حرف، مثلا لما جاءني أكرمته، يعني ربطنا وجود الإكرام بوجود المجيء. اختلف فيها وقال فلان كذا وقال فلان كذا، المهم ان الشيخ بيقول ان هي عندنا فلما قضينا عليه الموت، جاب لهم الدليل ان اللي قلته غلط، فهي في الاخر حرف. خلاص، المهم ان هي حرف. طيب كده جميع الحروف بالنسبة للإعراب. جميع الحروف ايه؟ مين تقول لي؟ جميع الحروف ايه؟ مبنية، مثل جميع الضمائر مبنية. طيب، والآن بيقول لما فرغت من ذكر علامات الحرف وبيان ما اختلف فيه منه، ذكرت حكمه وأنه مبني لا حظ لشيء من كلماتي في الإعراب. لما يكون الشيء مبني يبقى ليس له محل من الإعراب. طيب، بالنسبة للفصل الخامس، صغير يعني صفحتين، حاجة خفيفة كده، بيقول إيه فيه؟ تعريف الكلام. الكلام لفظ مفيد. لما أنهيت القول في الكلمة وأقسامها الثلاثة، شرعت في تفسير الكلام، فذكرت أنه عبارة عن اللفظ المفيد، ونعني باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف أو ما هو في قوة ذلك. فالأول نحو رجل وفرس، ما تقول كده صوت، تعمل صوت. والثاني اللي في قوته يعني هيكون ايه؟ ضمير مستتر. لو قلت اضرب، هل هذا لفظ مفيد؟ نعم هو مفيد. هو اضرب دي حرف، كلمة ولا فعل ولا اسم ولا جملة؟ مين تقول لي اضرب دي عبارة عن ايه؟ فعل وفاعل، كده الكلام الجميل، كده الكلام الجميل، هي فعلا جملة. فين الفاعل طيب؟ ما هو اضرب ده فعل أمر، ومين اللي بيضرب؟ مش أنت بتكلمي حد، مش أنت بتكلمي حد تقول له اضرب، ها؟ طيب، في ضمير مستتر فيها، مستتر وجوبا، تقديره أنت. طيب، اذهب نفس الكلام، المقدر بقولك أنت، ها؟ نعني بالمفيد، يعني إيه مفيد؟ يعني يصح الاكتفاء به، يصح الاكتفاء به. نحو قام زيد، هذا كلام لأنه لفظ يصح الاكتفاء به، اكتفاء به. طب وإذا كتبتها، ما لفظت بها؟ إذا كتبت بس زيد قائم مثلا، يقول ليس بكلام، هذا ليس بكلام، لأنه وإن صح الاكتفاء به لكنه ليس لفظ، أنت بس كتبتيه بالقلم. وكذلك إذا أشرت إلى أحد بالقيام أو القعود فليس بكلام، انت الاشاره هذه ليست بكلام لانها ليست لفظ. طيب، بيتكلم بقى على حكايه الائتلاف او الاكتفاء بالكلام، صور ائتلاف الكلام، يعني الكلام ممكن يتركب من ايه بالظبط. اقل ائتلافه من اسمين، نجيب مثال زيد قائم. طبعا عارفين الاسم الاول ايه والاسم الثاني ايه، صح؟ زيد قائم مبتدا وخبر، او فعل واسم، ممكن تتكون من اسمين او فعل واسم، ده اقل ما يتكون منه الكلام، يا اما اسمين يا اما فعل واسم. زيد قائم اسمين، قام زيد فعل واسم. خلاص، طبعا زيد هنا فاعل وقام ده فعل ماضي. طيب، صور تأليف الكلام ست، وذلك لأنه يتألف إما من اسمين أو فعل واسم، كده يبقوا اثنين، أو من جملتين، كده ثلاثة، أو فعل واسمين أربعة، أو فعل ثلاثة أسماء خمسة، أو فعل أربعة أسماء. نأخذ هذه الأمثلة إن شاء الله. ائتلاف الكلام من اسمين، أما ائتلافه من اسمين فله أربع صور. إحداها أن يكون مبتدأ خبر، خدناها هكذا.
طيب نحو زيد قائم، خلاص عرفنا مبتدأ وخبر اسمين. والثانية أن يكون مبتدأ وفاعلا سد مسد الخبر، مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر. طيب أقائم الزيداني، يبقى احنا استعملنا هذا المبتدأ في ان هو عمل الفعل. بترجعي في البداية، بتدخلي الغرفة تاني وبتضغطي على، مش عارفة تليفونك بالعربي ولا بالانجليزي، حد يكتب لها عملته ايه عشان تدخل وتسمع الصوت. أقائم الزيداني، أقائم هنا اسمه اسم ايه ده؟ اسم، ها اسم ايه؟ ها لا ازاي تضغط على المايك؟ هي هتتكلم ولا احنا عايزينها تسمع مش تتكلم؟ اسم فاعل، نعم اسم فاعل. لا بتضغط على السماعة قصدك. طيب المهم، أقائم عبارة عن اسم فاعل بيأثر في الاسم اللي بعده، بيعمل عمل الفعل. طب الفعل بيعمل ايه لما يدخل على اسم؟ لما فعل يدخل على اسم بيبقى الاسم اللي وراه ايه؟ ها؟ اما فعل يدخل وراه اسم، الاسم اللي وراه هيكون اعرابه ايه؟ يا اما فاعل يا اما نائب فاعل، يا اما فاعل يا اما نائب فاعل. طب اما هنا قلت اقائم الزيداني، فالزيداني فاعل لقائم لان ده اسم فاعل، وفي نفس الوقت هما الاثنين اسماء، بس مش لازم يكون مبتدأ وخبر. لا يعني زي زيد قائم هذا، لا ممكن يكون مبتدأ وفي فاعل بس سد مسد الخبر. طب امتى هيكون ده فاعل؟ لما يكون المبتدأ عبارة عن اسم فاعل. مفهوم لحد هنا ولا في سؤال؟ طيب جاز ذلك لأنه في قوة قولك، في قوة قولك أيقوم الزيدان. الحمد لله، اكتبوا الحمد لله. طيب يعني هي أقائم كأنك بتقولي أيقوم الزيدان، يعني هي دي أصبحت فاعل لأن اسم الفاعل عمل الفعل فأصبح وراه فاعل، وهو ده عبارة عن اسم فهو مبتدأ وده فاعل فسد مسد الخبر. تعرب فاعل في محل رفع خبر. طيب فاعل في محل رفع خبر يعني ليها إعرابين. طيب لأنه كلام تام لا حاجة له إلى شيء، فكذلك هذا. والثالثة أن يكون مبتدأ ونائبا عن فاعل سد مسد الخبر، نفس الكلام. بدل ما قلت أقائم هنا كان اسم فاعل، متى يأتي بعده نائب فاعل؟ لما يكون هو اسم مفعول المرة دي. أمضروب الزيداني؟ نعم ننفع نقول كده، نعم ممكن نقول كده. طيب أمضروب هنا، مضروب بنسميه اسم ايه بقى؟ ليس اسم فاعل، قائم هي حتى الوزن بتاعها فاعل، قائم على وزن فاعل. طيب مضروب على وزن مفعول، يبقى ده اسم فاعل وده اسم مفعول، الاثنين ياتي ممكن ياتي بعدهم فاعل، فهنا الزيداني ده فاعل خلاص، هذا مبتدا وهذا قصدي نائب فعل، انا اسف، الزيدان نائب فاعل سد مسد الخبر هنا. طيب الرابعة أن يكون اسم فعل وفاعله، يعني ممكن يكون اسم فاعل اسم مفعول اسم فعل. اسم فعل مثل ماذا؟ مثل هيهات العقيق. هيهات يعني معناه إيه؟ بعدة، بعدة، بعدة العقيق هيكون فاعل. ها يبقى أما يبدأ عندي اسم، الاسم ده هيكون مبتدأ يا إما اسم عبارة عن، يعني هيكون مبتدأ وراه خبره، يا إما هيكون الاسم ده عبارة عن اسم فاعل وراه فاعل سد مسد الخبر، يا إما اسم مفعول وراه نائب فاعل سد مسد الخبر، يا إما هيكون عبارة عن اسم فعل هو المبتدأ وهو في نفس الوقت يعني عبارة عن زي فعل ويأتي بعده فاعل، يأتي بعده فاعل بمعنى بعدة، والعقيق فاعل. خلصنا كده ائتلاف الكلام من اسمين.
في أي سؤال قبل ما ننتقل للي بعدها؟ ولا مفهوم؟ والحمد لله. في أي سؤال؟ مبتدأ، هنعربه مبتدأ. لما يجي اسم في أول الكلام بنعربه إيه؟ مبتدأ. طيب كلهم في الأول زيد أو أقائم أو مضروب أو هيهات، كلهم مبتدأ. طيب لأنه اسم، ها، في أول الكلام. خلاص، سواء نوعه بقى اسم فاعل، اسم مفعول، اسم فعل، المهم إن هو مبتدأ. بس المهم يأتي بعده بقى إيه؟ اسم الفاعل ممكن يأتي بعده فاعل، فاعل، واسم المفعول يأتي بعده نائب فاعل، واسم الفعل يأتي بعده فاعل. خلاص، اختلفوا شوية. طيب نأتي بقى ائتلاف الكلام من فعل واسم. فعل واسم، أما ائتلافه من فعل واسم فله صورتان، إحداهما أن يكون الاسم فاعلا نحو قام زيد، دي معروفة. طيب، والثانية أن يكون الاسم نائبا عن الفعل، نفس الكلام، ضرب زيد. فعل واسم يا إما هيكون فعل مبني للمعلوم يبقى بعده فاعل، أو فعل مبني للمجهول يبقى بعده إيه؟ نائب فاعل. سهلة دي، الحمد لله. ندخل على بعدها. طيب، ائتلاف الكلام من جملتين، وأما ائتلافه من الجملتين فله صورتان أيضا، إحداهما جملة الشرط والجزاء نحو إن قام زيد قمت. تعالوا نعرب مع بعض. إن بنسميها إيه؟ يلا اعربوا بسرعة عشان نلحق نخلص الدرس. إن نسميها إيه؟ أداة شرط جزم. بس هنا قام، ينفع نقول مجزوم؟ هو نوع الفعل إيه؟ ها، قام نوع الفعل إيه؟ أيوة، جميل جميل، فعل ماضي ماله؟ إعرابه الأول، هاتي لي إعرابه الأول. مبني على الفتح، وبعدين نقول في محل، في محل جزم، هو مبني على الفتح. قام فعل ماضي مبني على الفتح، خلاص ملوش إعراب آخر، لكن هو في محل جزم لأنه حل محل إيه؟ فعل الشرط. هنا هو فعل الشرط. طيب زيد تعربوه إيه؟ إن قام زيد، ها، تعربوه إيه زيد؟ يلا انتوا كتبتوا، انا مش واخده بالي. فاعل، طيب جزاكم الله خيرا، مرفوع بالضم. طيب قمت، ها، عباره عن ايه؟ قمت، فعل ماض مبني على السكون، ما شاء الله على النصاح، اللهم بارك، مبني على السكون لاتصاله، من تكملي لاتصاله بضمير، احنا بنقولها عموما، ها، بنقولها عموما عشان القانون يتحفظ، لاتصاله بضمير، ها، الرفع، لازم تحفظ الجملة دي، لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، اللي هو هنا ايه؟ تاء المتكلم. طيب وبعدين نقول بقى اعراب تاني كمان، هنزود بقى اعراب، ده هذا فصصنا كده الجملة. وبعدين نقول الفعل ده، ها، عبارة عن إيه؟ في محل، في محل إيه؟ في محل جزم، جواب الشرط، ما شاء الله، اللهم بارك. طيب جزاكم الله خيرا يا ممتازات. طيب والثانية جملة القسم وجوابه، يعني أما يقول إن الكلام ممكن يتألف من جملتين، جملتين، الجملتين دول عبارة عن إحداهما جملة الشرط والثانية الجزاء أو الجواب، يعني هي الجزاء أو الجواب بنسميها الاسمين. طيب وما يكون نوع تاني، النوع التاني هيكون جملة القسم وجوابه أيضا نحو أحلف بالله لزيد قائم، أحلف بالله لزيد قائم. طيب ائتلاف الكلام من فعل واسمين، كان زيد قائما. يبقى الاسمين دول كان اصلهم ايه؟ مين تقولي كان اصلهم ايه قبل ما تدخل عليهم، قبل ما يدخل عليهم كان؟ كان اصلهم ايه؟ كانوا مبتدا وخبر، لما دخلت عليهم كان اصبح ده اسم كان مرفوع، ها،
وخبر كان بيكون ايه؟ اصبح تبعها دلوقتي، يكون منصوب. جميل. طيب ائتلاف الكلام من فعل وثلاثة أسماء، نحو علمت زيدا فاضلا. أين الثلاثة أسماء؟ أنا شايفة زيدا وفاضلا، فين الاسم الثالث؟ حد شايف اسم؟ علمت، ها أين الاسم الثالث؟ التاء، الضمير، الضمائر أسماء صح؟ يبقى علمت نعربها إزاي؟ ها كيف تعربوا علمت؟ لا ما تقوليش أنا، ما هي التاء هي الضمير، خلاص ما في أنا. فعل ماض مبني على السكون الاتصالي بضمير الرفع المتحرك، ما شاء الله على الممتازات. وهنا التاء هتكون بنقول عليها تاء المتكلم، عبارة عن ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. جميل. وزيدا تعربوا ايه؟ زيدا مفعول به منصوب. وفاضلا، فاضلا لا مفعول تاني، مفعول تاني، لأن علمت هنا بتأخذ مفعولين، تأخذ مفعولين، كان أصلها مبتدأ وخبر، زيد فاضل كان أصلها مبتدأ وخبر زي زيد قائم كانت لكان، وهنا علمت تأخذ مفعولين كان أصلهم مبتدأ وخبر. دي بتبقى من أخوات إيه؟ حد يعرف؟ إحنا عندنا كان وأخواتها وإن وأخواتها وإيه تاني؟ ظن وأخواتها، ما شاء الله عليكم. طيب الحمد لله، هي من أخواتها بتأخذ مفعولين. هذا ائتلاف الكلام من ثلاث أسماء، لأن الفاعل عبارة عن اسم وبعدين مفعولين، خلاص؟ طيب ائتلاف الكلام من فعل وأربعة أسماء، نحو أعلمت، لا أعلمت، أمسر أعلمت زيدا عمرا فاضلا. طيب هنا لما جبت أعلمت يبقى هذا عبارة عن فعل ماضي متصل به الضمير، هذا الضمير أدي أول اسم، يبقى فعل وأربع أسماء. لما جاب هنا الأول علمت، لما أنا كنت بس اللي علمت فكان هندي فعل وثلاث أسماء. طيب هنا أعلمت، أنا أعلمت، أدي عندك فعل واسم، زيدا أدي دخل معنا اسم زيادة مفعول به أول، عمرا ها أعلمت زيدا عمرا هذا المفعول الثاني، فاضلا هنا بقى تقدر تقوله ها أربع إيه؟ لأ ما فيش مفعول ثالث صفة، نعم عمرا فاضلا، نعم هنا صفة. طيب هذه صور التأليف وأقل ائتلافه من اسمين أو فعل واسم، واسم كما ذكرت وما صرحت به من أن ذلك هو أقل ما يتألف منه الكلام، هو مراد النحويين، وعبارة بعضهم توهم أنه لا يكون إلا من اسمين أو من فعل واسم. طيب إذا سبقت الهمزة ينصب ثلاث مفعيل، أنا دي ما سمعتش عليها، يمكن أنا اللي معرفهاش. طيب إذا سبقت الهمزة هنا ينصب ثلاثة، يبقى كل دول مفعيل. طيب جزاكم الله خير. أعلمت زيدا عمرا فاضلا، طب يعني فاضلا ده يعني كأنه شخص، يعني زيدا عمرا فاضلا، العلم عند الله. انتم موافقين؟ طيب انتم تعرفوا عن حاجة ما سمعتهاش، او انا يمكن خدتها ونسيت، العلم عند الله، كلام من زمان، من اكتر من 10 سنين درستها، العلم عند الله. طيب جزاكم الله خيرا. هو الشيخ يعني مش بيعرب، بس احنا بنحب نعرب، العلم عند الله. طيب عرفنا ان هي يا اما ثلاث مفاعيل يا اما مفعولين وصفه، العلم عند الله. انتوا قادره؟ انا يعني نسيت، ست كبيره وعجوزه ممكن اكون نسيت. طيب
الباب اللي بعد كده أنواع الإعراب وعلاماته، تفتكروا نأخذ شيء من الإعراب ولا نكتفي؟ اللي تحب نأخذ تكتب واحد، أشوف كده كم واحد. طيب الحمد لله زادوا على 10 هم. طيب ندخل بقى الفصل السادس، هنأخذ شيء خفيف يعني ما نأخذ كثيرا إن شاء الله. أنواع الإعراب وعلاماته. فصل: أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب في اسم وفعل، نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم، أدي رفع ونصب في اسم وفعل، وجر في اسم. كده جميل، هو فصلها غير الأجرمية. نحو بزيد، وجزم في فعل نحو لم يقم، فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة. جميل. طيب الشيخ يقول: تعريف الإعراب. الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة، فالظاهر كالذي في آخر زيد، في قولك جاء زيد، هنا إعراب ظاهر، يعني بتقولي جاء زيد، زيد أهي فيها ضمتين، يعني فيها ضم فيها رفع. المهم، ورأيت زيدا أهو ظاهر، ومررت بزيد. طب والمقدر كالذي في آخر الفتاة، لأن ما أنا بنطق أي إعراب هنا، ولا شايف إعراب ولا بعرف أنطقه. الفتى معذر يعني متعذر، في قولك جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، تقدر الضمة في الأول والفتحة في الثاني والكسرة في الثالث لتعذر الحركة فيها، وذلك المقدر من اللي هو الإعراب. يعني للتعذر ممكن تقولوا لنا، تضيفوا إفادة للجميع، لماذا يتعذر الإعراب على الألف؟ لماذا يتعذر؟ يعني يستحيل. مين تكتب لي لماذا؟ لأن قلناها في الأجرمية. لا، ليست للثقل، لأن دائما سكنة، الألف دائما سكنة، مش الألف الفتى آخرها الألف. الألف ممكن يكون عليها إعراب غير السكون، هل ممكن يعني عندك ألف ما عليها ضمة أو كسرة أو فتحة ينفع؟ في حد يعرف يجيب لنا ألف كده؟ ممنوع، كله متعذر، مستحيل. الألف ما عليها إلا السكون، صح؟ أنواع، هنا الألف دي عليها سكون، الإعراب الألف دي عليها سكون، صح؟ يبقى يتعذر يعني أي ملازمة للسكون، يستحيل ان تنطق عليها اي اعراب، فهنا للتعذر يعني مستحيل. فعشان كده قدرنا الاعراب، يعني نقدر، يعني اتفقنا ان هنا في ضمه، اتفقنا في هنا فتحه، في هنا كسر. طيب انواع الاعراب: جنس تحته اربعه انواع. والاعراب جنس تحته اربعه انواع: الرفع والنصب والجزم والجر والجزم. يا ريت تحفظوها بهذا الترتيب: الرفع النصب والجر والجزم. هذه الأنواع الأربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يشترك فيه الأسماء والأفعال، وهو الرفع والنصب، يقول زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم، وقسم يختص به الأسماء وهو الجر، تقول مررت بزيد، وقسم يختص به الأفعال وهو الجزم، تقول لم يقم. علامات الإعراب لهذه الأنواع الأربعة علامات تدل عليها، وهي ضربان: علامات أصول وعلامات فروع. فالعلامات الأصول أربعة: الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، وحذف الحركة للجزم، وقد مثلت كلها. حذف الحركة، ما يحذف الحركة يعني السكون يعني. طيب والعلامات الفروع منحصرة في سبعة أبواب: خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال، وستمر بك هذه الأبواب مفصلة بابا بابا. طيب إعراب الأسماء الستة،
ممكن يقولوا 6 أو 5، هي هي ها. إلا الأسماء الستة وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه، دي زيادة بقى، وفوه وذو مال، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. حروف علة، كلها حروف علة، ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. هذا هو الباب الأول مما خرج عن الأصل، وهو باب الأسماء الستة المعتلة المضافة، وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وذو مال، فإنها ترفع بالواو نيابة عن الضم، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء نيابة عن الكسر. تقول جاءني أبوه، ورأيت أباه، ومررت بأبيه، وكذلك القول في الباقي. مفهومة ولا في أي سؤال؟ مفهومة ولا في أي سؤال؟ لو عندها سؤال تكتب على طول في نفس اللحظة. طيب الحمد لله. طيب ده كلام مهم. بتقول الأفعال المتعدية لثلاث مفاعيل هي أعلم أو أعلم، أعلم يعني أعلم، ونبأ، وأخبر، وخبر، وحدث، وأرى، وليس بسبب الهمز. طيب جزاكم الله خيرا. نكمل إن شاء الله. وصلنا لشروط إعراب الأسماء الستة بالحروف. شرط إعراب هذه الأسماء بالحروف المذكورة ثلاثة أمور، أحدها أن تكون مفردة، فلو كانت مثناة أعربت بالألف رفعا، طبعا المثنى ما تيجي ترفعيه بترفعيه بالألف، وبالياء جرا ونصبا، كما تعرب كل تثنية. تقول جاءني أبواني، ورأيت أبويني، ومررت بأبوين. وإن كانت مجموعة، مجموعة جمع تكسير، أعربت بالحركات على الأصل، كقولك جاءني آباؤك، يعني هنا اترفعت بالضم، ورأيت آباءك، آخرها الهمزة يعني منصوبة بالفتح. أنتوا عارفين الجمع التكسير يعامل معاملات المفرد. طيب ومررت بآبائك، مجرورة بالكسر. وإن كانت مجموعة جمع تصحيح أعربت بالواو رفعا وبالياء جرا ونصبا، تقول جاءني أبون، ورأيت أبين، ومررت بأبين. ولم يجمع منها هذا الجمع إلا الأب والأخ والحمو. الثاني أن تكون مكبرة، يبقى أول حاجة أن هي تكون مفردة، ثاني شيء تكون مكبرة، فلو صغرت أعربت بالحركات، نحو جاءني أبيك، لا أبيك، هيبقى فاعل، هتعرب بالضمة، جاءني أبيك، ورأيت أبيك، ومررت بأبيك. الثالث أن تكون مضافة، يبقى لازم تكون مفردة، مكبرة، مضافة، فلو كانت مفردة غير مضافة أعربت أيضا بالحركات، نحو هذا أب، ورأيت أبا، ومررت بأب. ولهذا الشرط الأخير شرط، وهو أن يكون المضاف إليه غير ياء المتكلم، يعني ضفها لأي حاجة في الدنيا إلا ياء المتكلم. طيب فإن كان ياء المتكلم أعربت أيضا بالحركات لكنها تكون مقدرة. ليه؟ لأن ياء المتكلم يناسبها أن يكون قبلها كسر، فأنت طبعا عايز تحط مرة ضمة مرة فتحة مرة كسرة، فهنقول لانشغال المحل بالمناسبة، لمناسبة المتكلم يكون قبلها كسر. هذا أبي، ورأيت أبي، ومررت بأبي. أنت عايزة تقولي هنا مرفوعة، فهيكون الرفع هنا مقدرا، منع من ظهورها انشغال المحل بالمناسبة، بحركة المناسبة. مفهوم ولا في سؤال؟
فيكون آخرها مكسورا في الأحوال الثلاثة والحركات مقدرة فيه، كما تقدر في جميع الأسماء المضافة إلى الياء نحو أبي وأخي وحمي وغلامي. واستغنيت عن اشتراط هذا الشرط هذه الشروط لكوني لفظت بها مفردة مكبرة مضافة إلى غير ياء المتكلم، وإنما قلت وحموها فأضفت الحمى إلى ضمير المؤنث لأبين أن الحمى أقارب زوج المرأة، أقارب زوج المرأة هم اللي اسمهم الحمى، كأبيه وعمه وابن عمه، على أنه ربما أطلق على أقارب الزوجة ربما. والهنو قيل اسم يكنى به عن أسماء الأجناس كرجل وفرس وغير ذلك، وقيل عما يستقبح التصريح به، وقيل عن الفرج خاصة. سبحان الله. المهم، والأفصح استعمال الهني كغد، يعني تستعمليها كده ه مفتوحة ونون مكسورة. إذا استعمل الهنو كده بالضمة غير مضاف كان بالإجماع منقوصا، أي محذوف اللام معربا بالحركات كسائر أخواته، تقول هذا هن ورأيت هنا ومررت بهن، كما تقول يعجبني غد وأصوم غدا واعتكفت في غد. وإذا استعمل مضافا فجمهور العربي تستعمله كذلك، فتقول جاء هنك ورأيت هنك ومررت بهنك، كما يفعلون في غدك. وبعضهم يجريه مجرى أب وأخ فيعربه بالحروف الثلاثة فيقول هذا هنوك ورأيت هناك ومررت بهنيك. وهي لغة قليلة ذكرها سيبويه ولم يطلع عليها الفراء ولا الزجاجي، فأسقطاه من عدة هذه الأسماء وعداها خمسة. خلاص، خلصنا كده الأسماء الخمسة. المرة القادمة إن شاء الله نأخذ إعراب المثنى. في أي سؤال؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.